والآن إلى مقال اليوم المنشور في موقع عمون بعنوان التحدي المائي المتصاعد والمقلق للدكتور عاكف الزعبي. يستهل الكاتب مقاله بالقول: المياه هو حديث الناس الدائم، يتساءلون عن أوضاع قطاع المياه وأزمته المزمنة التي لم يأتي للأسف أوان حلها بعد، وبفارغ الصبر ينتظر الناس انفراجا لمعاناتهم مع نقص المياه. يتابع الزعبي: حوكمة القطاع التي حاولنا أن نضع لها حلا على الورق أكثر من مرة لم نحسن تطبيقها، وزاد عليها ضعف قيادات وزارة المياه وترهل الإدارة العامة وقلة اهتمام الحكومات التي دأبت على ترحيل أزمة المياه. برأي الكاتب فإن المبررات التي يسوقها المسؤولون لتبرير الأزمة المائية لم تعد تنطلي على أحد، اللاجئون ليسوا سببا مقنعا لأن الأزمة كانت خانقة قبل قدومهم، وضعف الموارد المائية بات مبررا متهالكا لأننا لم نفكر في الوقت المناسب في تحلية المياه. وأوضح الكاتب في مقاله: مشروع الناقل الوطني اختفى عن الشاشة رغم أنه قد مر شهران على فتح العرضين الفني والمالي للشركة الوحيدة التي صمدت من بين الشركات الخمس التي قبلت عروضها. يختم الكاتب مقاله: كما لا تزال سرقات المياه من الخطوط الرئيسية تزداد يوما بعد يوم دون أي حل يلوح في الأفق، وكذلك الأبر الجوفية غير المرخصة التي باتت خارج السيطرة. للحديث حول فكرة المقال نرحب عبر الهاتف بوزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي. دكتور عاكف، صباح الخير. صباح الخير. يعني أود أن أسألك عن ما لفت نظري في مقالتك، مصير المشروع الناقل الوطني أين أصبح الآن؟ يعني ما حد بيعرف شو انتهى الموضوع له يعني لغاية الآن. نعم. ما بالنسبة لي شخصيا جوز أنا متابع. نعم. لكن يعني الآن ما حد بيعرف الحقيقة يعني وين وصل هذا الموضوع، والموضوع صار له يعني تقريبا أكثر من شهرين. يعني الناس عم تسأل الحقيقة. نعم. طيب دكتور، يعني في الأردن سنويا هناك ردم لعشرات وربما مئات الآبار المسمى بالمخالفة، لماذا لا تستغلها الدولة هذه الآبار؟ لماذا لا ندير المياه الجوفية بطريقة أفضل في الأردن؟ يعني هذا الموضوع بحب أحكي فيه إنه الأردن استهلك واستنزف كثير المياه الجوفية. يعني نسبة مساهمة المياه الجوفية في موازنتنا المائية تصل ل 65%، وهذا يعني رقم بخوف. نعم. بصير احنا نعتمد على المياه الجوفية لنصل لمستوى انه 65% من هذه المياه اللي بنستخدمها لمختلف الاستخدامات انها تكون يعني 65%. هذا دليل على انه يعني ما كان في مشاريع مؤثرة، وبالتالي كان دائما الاعتماد يروح على المصدر السهل. نعم. طيب دكتور، المشاريع المؤثرة التي ذكرتها، هل هي تحلية المياه أم هناك طرق أخرى لتخفيف أزمة المياه في الأردن؟ نعم. يعني موضوع تحلية المياه بالنسبة لبعض الدول خلينا نقول المتقدمة واللي عندها إمكانيات بدأ مبكرا، يعني بجوز من 40 سنة في تحلية للمياه. بالنسبة لنا لمنطقتنا دول الخليج كانت سباقة، يعني السعودية بتحلي مياه والإمارات بتحلي مياه، تحلية المياه كان حقيقة كان شائع. يعني ما انتبهنا لهذا الموضوع، يعني كان لازم نفكر بهذا الموضوع. والسبب انه احنا يعني مواردنا المائية التقليدية موارد ضعيفة، يعني مثلا الأمطار. نعم. أمطار متذبذبة
وبرضه احنا في منطقة شبه جافة، يعني ما في عندنا منطقة شبه رطبة الا مرتفعات عجلون وبعض المرتفعات اللي تتجاوز فيها الامطار. دكتور عاكف، يعني موضوع تحلية المياه هل هو بالمعضلة الكبيرة بالمشروع يعني الكبير الصعب؟ لهذا كانت الحكومات المتعاقبة ترحل أزمة المياه؟ أنا تصوري أنه كان في ترحيل طبعا، لأنه مش معقول. تخيل أنت أنه الحد الأدنى لاستهلاك المواطن، هيك التقديرات العالمية، هي 500 متر مكعب للمواطن في السنة. احنا عندنا 65 متر مكعب، يعني خط الفقر 500، احنا تحت خط الفقر ب 450 مليون متر مكعب. نعم، ب 450 متر مكعب للفرد، يعني تحت خط الفقر احنا، وهذا طول كثير لفترة طويلة. يعني بالمناسبة في السبعينات كان في أزمة مياه بالنسبة للمواطنين، في السبعينات في أواخر السبعينات كان في أزمة مياه، واستمرت هذه الأزمة قائمة. الأرقام كثير صعبة كانت، وذكرت لك أنه يعني الحد الأدنى أو خط الفقر للمياه أنه الفرد بالسنة يكون عنده 500 متر مكعب. يعني في أواخر السبعينات بدأت أزمة المياه في الأردن وما زالت مستمرة؟ نعم 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 نعم، كان في يعني مثلا محافظة إربد عاشت أزمة خانقة في 78، لأنه بتعتمد على منطقة الأزرق، على حوض الأزرق. نعم، كان في حصلت مشكلة يمكن ما تم الانتباه لها أو الإسراع فيها، فكانت في أزمة خانقة جدا، هذا في 78. وحتى أنه سيدنا البك حسين اضطر أنه يزور المدينة ويتحدث في الموضوع. نعم، يعني أهمية أن تبدأ الحكومة القادمة على الأقل بحل مشكلة المياه والبدء بمشاريع التحلية. شوف، هذه المشاريع طبعا كبيرة، بس أنا انتبهت يعني وأثرت انتباه الناس لنقطة، أنه إحنا دائما بنحط استراتيجيات. يعني حط خطة استراتيجية لقطاع المياه، كم مرة حطينا خطة استراتيجية لتطوير قطاع المياه؟ التنفيذ يعني كان 20% يكون من أهداف الاستراتيجية أو نسبة الإنجاز يعني، وبعدين يعني نعمل هالخطة، وثيقة الخطة هيك تلاقيها 200 صفحة، وعلى أساس أنه نمشي في الأمور. أنا اقترحت ما يلي. نعم، بشكل سريع دكتور. بالنسبة للدول النامية مثلا، والأردن دولة نامية، أنه ما فيش داعي لها الخطة، احنا بنيجي بنقول نأخذ المشاريع الرئيسية وبنحطها بنعلنها للناس، بنقول والله احنا بدنا نعمل المشروع الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، هذا بدنا نعمله بالفترة نعم. الفلانية، وهذا بالفترة الفلانية، حتى مؤشرات الإنجاز تكون هي مدة التنفيذ. يعني نرجع نقول هاي عندنا من هون لعشرين سنة مثلا 7 مشاريع. نعم، أوكي، هذا بدنا نفذه كذا، هذا بدنا نفذه كذا، ونشوف نسبة الإنجاز. نعم، ونخلص من هالسلاسة. التفاصيل خليها للوزارة نفسها. نعم، بدي أشكر وجودك معنا وأعتذر لضيق الوقت. وزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الفايز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.